عالمي رضا سليم طبعا. عالمي. انا من اوائل الناس اللي توقعت الاهلي يجيب رضا سليم. من اوائل الناس. من اوائل الناس اللي توقعت قبل ما الاهلي يتكلم عليه. انا توقعت ذلك لان انا اعرف ناس مغاربه وكلاء لاعبين، وهم طبعا اختاروا له الطريق الاسلم والطريق الافضل. نعم. لان كده هيختصر الطريق لرضا سليم كتير، يعني ممكن يروح في حته ياخد فلوس اكتر مع من الاهلي، لكن نعم. في الاهلي هيظهر بشكل كبير جدا. فهو طبعا بيبني فرقه هتبعد عن الدوري، عن الدوري المصري، وبيراميدز بيبني فرقه كويسه. لكن الاهلي طبعا عشان الجماهير وضخامه الجماهير والضغط الكبير قوي على اللاعبين والنظام اللي معمول في الاهلي، انا بتوقع ان هو هينتقل يروح في حته تانية خالص. حضرتك كتبت انه الاهلي عنده مهاجم افريقي، مين هو جاي له؟ والله شوف، انا كتبت اسمه، انا لما الاهلي دي معلومات بس قد تكون غلط. لان الاهلي متكتم بشكل كبير قوي على صفقاته، ودي ميزه، واحنا برضو عملنا كده على انطاقنا ان هو التكتم على اللاعبين لغايه لما تخلص، لحد ما يجي، لغايه ما يجي. فالاهلي متكتم تكتم شديد جدا على ايسوزا ده. لكن هو بيفكروا دايما عندهم بدايل. نعم. بديل تاني وبديل تالت. نعم. فانا توقعت ان في واحد كونغولي. أيوة. وفي واحد سنغالي. الاهلي كانت عينه عليهم. نعم. بس بديل تاني وتالت. وامبارح اول امبارح توقعت ان الاهلي هيجيب مهاجم متميز جدا في تونس تحت السن. انا متوقع ذلك. لان حضرتك انا يعني بحكم خبرتي الكبيره في كره القدم، ناس كتيره جدا بتتواصل معايا. فانا ما بعرفش المعلومه من الاهلي او من مصر، بعرفها من وكلاء اللاعبين. اخدت مسيرتك. او من الناس اللي بتشتغل في هذا المجال. نعم. من خارج مصر. نعم. ففي منها توقعات، لما في ساعات بتتقال كلام في حاجات بتكون صحيحه، بحس بقى انها تكون صحيحه، وفي توقعات مش صحيحه. وكلاء اللاعبين بيتكلموا مع حضرتك بيقولوا لك مثلا الشركات الكبيره، شركات كبيره الكبيره قوي اللي هم عندهم مصداقيه. نعم. وبعدين ما بيقولوش المعلومه كامله. نعم. حضرتك بتفهم منها. نعم نعم بتفهم. تقدر طبعا. ما هو انا برضو اللي جاب لي اللعيب الدرجه الثانيه مثلا المغربي، واللي كان جاب لي عبد الكريم، اللي جاب لي الناس دول، ما هو ناس من الناس الكبار دول قوي. نعم. وجالي برضو لاعب تاني كان متميز قوي قوي، وكان درجه تانية في دوله عربيه في الشمال الافريقي، كان هيبقى جامد قوي، لكن للاسف سقط في الكشف الطبي. خدت بس. فانا المصادر اللي هي بتعاون معاها مباشره، واللي بتخدمني بطريقه مباشره، ايديهم في الملعب. نعم. وعارفين ان انا بعد سموحه بحب الاهلي. نعم. واحب اعرف، لكن نعم. انا عمري ما عرفت معلومه من داخل الاهلي. سموحه والاهلي.